ونحن ننتقل مباشرة إلى القضية الثانية بالنسبة إلى عملية اتحاد كرة القدم الكويتية. والاقتراح هو التالي: أن اللجنة توصي على تعليق العضوية الكويت، وأيضا حثها على إيجاد حل سريع. إن وافقتوا على هذا الاقتراح بتعليق دولة الكويت اضغطوا يس، وإن لم توافقوا فلا، وإن امتنعتم فلا تضغطوا الزر. يبدأ التصويت الآن. إذن التعليق المؤقت على اتحاد كرة القدم الكويتية وتوصية مجلس الفيفا بإيجاد حل سريع لعملية التعليق. أيضا عندنا نسبة 93% بأنه تم الموافقة على الاقتراح. شكرا لكم. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، ما أقدر أقول أكثر من هذه الكلمة. تقريبا 197 دولة، 179 دولة، 93%. الكلمات الواحد صعب أن يعجز أن يعبر. يعني إن الكل يضرب كرة القدم الكويتية بهذا الرقم المهول اللي يكون ضدك. استغرب جدا إذا أحد فرح خلال هذه الفترة. ابتعد عن موضوع الصراعات وابتعد عن موضوع التصنيف. كرة القدم الكويتية اليوم ورياضتنا الكويتية تم إهانتها وبشكل علني من خلال هذا التصويت.